55 دي تبع ال 55 في منها ب 85 انا عاودي ب 100 جنيه ده 100 جنيه و 85 جنيه بص الظهر لون والوش لون 75 جنيه اللي هيجي اشكال كلها اللي هي 55 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم حبايبي يا رب تكونوا بخير النهارده يوم جديد وجوله جديده جولتنا النهارده هتكون في الموسكي عند سما وكنزي عمل عروض جامده جدا على الشتوي كسر اسعار بجد جمله الجمله كل حاجه هنشوفها ان شاء الله في الفيديو بالاسعار موجود كمان مقاسات خاصه موجود عبايات سعر موحد كل حاجه ان شاء الله هنشوفها والعنوان ورقم التليفون هيفضل ظاهر معاكم طول عرض الفيديو على الشاشه بس قبل ما ابدا الفيديو يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا لي الجرس واهم حاجه لايك كتير جدا للفيديو ونبدا الجوله على بركه 35 اللي. شارع الموسكي في القاهره ده العنوان بالظبط وده كارت لكل اللي حابب ياخده سكرين عنده هنا دي ارقام التليفونات هسيبها لكم ان شاء الله معروضه طول عرض الفيديو على الشاشه جوله النهارده بيتي هوريكم حاجات نزل عليها تخفيضات كتير جدا يعني بصوا في موديلات ورانا 185 في اسعار حلوه جدا في المكان والدفايات كمان نزل عليها خصومات جامده جدا هوريكم كل حاجه ان شاء الله بالاسعار تابعوني لاخر الفيديو معانا احمد هيشاركنا الجوله ازيك يا احمد الاول عامل ايه سمعنا عن تخفيضات عندكم جامده جدا في المكان احنا طول السنه شغالين عروض صيفي او شتوي سواء بيتي سواء خروج عندنا برضو تنجات خروج ان شاء الله هنشوف بعض الحاجات الموجوده في المكان استحاله هنفرق كل الموجود هنوريكم نبذه بس عن الاسعار الموجوده والموديلات مش اكتر هنبدا بايه الاول دفايه في دفايه حاجه زي كده دي بتعمل 55 دي 55 لغايه 75 كيلو لحد 75 ده المقاس العادي يعتبر اه ده المقاس العادي اه يبدا من المحير ال 2 اكس او اكس لارج تمام في حاجات تانية برضه اكبر بس السعر بيختلف شويه يعني مش كتير 75 85 اللي هي البيك سايز اللي هي المقاس طب هتبقى تورينا واحده من البيك سايز برضه يعني احنا وريناهم المقاس العادي تلبيسه كويس برضه يعني زي اكس لارج في حاجه زي كده دي بقى ايه بتلبس معاكي مقاسات كبيره اه دي مقاسات كبيره منها المشجر برضه في المشجر دي اللي هي السادة دي السادة دي تلبس معاكي لغاية 100 كيلو 110 100 110 حلوة قوي ألوانها كلها موجودة برضو يا أحمد ألوانها كلها موجودة سبع ألوان سبع ألوان في منها دي قلنا بكام دي؟ 85 85 اه دي المقاسات الخاصة بقى دي المقاسات الخاصة حلوة قوي المقاسات الخاصة دي برضو نفس الكلام ورينا القماشة كده يا أحمد عندك حلوة قوي القماشة بتاعتها حلوة جدا عاملة كام دي يا أحمد؟ 85 85 حلوة قوي والله سعرها كويس ادي البنطلون بتاعها برضه تلبيس زي ما احنا فاهمين الدفاية يعني بتاخد وضع الجسم كده طبيعي اه الخامات دي اه الخامات دي ليكرا بتلبس معاكي مقاسات كبيرة حلوة جدا في أشكال كتير من دي برضه يا أحمد في أشكال كتير قوي في أشكال كتير جدا كذا رسمة وألوان كتير تمام 85 85 85 البيك سايز حلوة جدا في حاجات برضه زي كده دي تبع ال 55 دي تبع ال 55 في منها برضه بقيت اشكالها اهي لو حضرتك حابه تصوريها بص دي اشكال كلها اللي هي 55 في اشكال كتير جدا منها بس دي المقاسات العاديه العرايس يعني زي اكس لارج او 2 اكس لارج حلوه جدا في اشكال كتير تمام حاجه برضه ترنجات زي كده ده سمر ميلتون ترنج ده يعني بيعمل في العادي حدود 200 جنيه 220 اه ده اللي هو الليكرا ده عادي ب 100 جنيه ده 100 جنيه 100 جنيه حلو قوي 100% ده تونيك طويل الخامة حلوة جدا ده يمشي خريفي ويمشي صيفي يمشي صيفي ويمشي, ويمشي شتوي لو تحته حاجة تقيلة دفاية هيمشي ده وان سايز في حاجات في منها الوان برضه لا بقول المقاسات اه مقاس واحد مقاس واحد بس حلو قوي تلبيسه نفس السعر قلنا عامل كام 100 جنيه 100 جنيه في الوان ولا كله اسود لا ده اسود وفي موديلات تانية في منها الوان في موديلات تانية منها الوان حلو جدا 100 جنيه برضه في حاجة برضه زي كده ده برضو تونيك فوق برضو خامة اتقل شوية ده الخامة اتقل شوية ده برضو 100 جنيه ده 100 جنيه ده بيتباع برضو نفس السعر 200 جنيه 220 بص والله الخامة كويسة جدا 100 جنيه الخامة زي دي فدي حلوة جدا حلوة قوي في الوان منه ده اكيد ده في الوان كتير في الوان كتير. خمس الوان بس وان سايز اه مقاس واحد هتلبس زي اكس لارج او 2 اكس كمان بس 2 اكس هيبقى ماسك شويه برضو للامانه هيبقى اللي عايزه بقى اللي بيحب الحاجه ماسكه شويه ف ليكرا حلو تمام ينفع عرايس حلو قوي اه حلو ماشي ده في رسم على الظهر ومعاك بتشوف في حاجات حلوه قوي ترنجات قطيفه تاني زي كده برضه 100 جنيه بص ترنجات قطيفه كتير جدا دي 100 جنيه
في برضه تونيكات. بصوا في اشكال منها كتير قوي، يعني مش اللون بس المختلف، ده لون ورسمه صح. أيوة لون ورسمة. واللي فوق ده الدفايات يا احمد، دي دفايات تونيك برضه. هوريك حته منها، هنشوف حته منها دي معاها برضه الفوتير بتاعها. دي اشكالها كتير برضه يا احمد. دي رسماتها والمقاسات. ده عامل زي الترنج، ده عامل زي الترنج بقى يا احمد. ده مش دفايه يعني، معاها كابتشو وجيوب دفايه تونيك، مش اللي هي بتلبس تحت الهدوم. هي دي يعني حلوه قوي برضو والله، حلوه الخامه بتاعتها حلوه جدا، ومعاها جيبين قدام وكابتشو ورا، في منها اشكال معاها الفلوك، معاها الفوتوير بتاعها كمان، وادي البنطلون تلبيس عرايس عشان نبقى مبدئيا يعني زي اكس لارج. ما لبست اتنين برضه. عامله كام؟ 100. عامله 100 جنيه برضه. والله الخامه بتاعت القطيفه حلوه جدا يعني. عندنا عبايات زي كده 85، وبرده تلبيس دي ب 85 جنيه؟ 95 كيلو لحد 95 كيلو ب 85 جنيه، ايه الجمال ده؟ حلو قوي 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 يعني. ده اشكالها ايه؟ بص السوسته بتاعتها كمان شكلها تحفه. القطيفه حلوه قوي. الليكرا ولا عاديه؟ لا ليكرا. ليكرا دي هتلبس معاكي. هي تلبس معاكي. بص تلبس حلوه قوي. عامله كام؟ 85؟ اشكالها ايه؟ 85. ده بصوا الاشكال بتاعتها كتير قوي، من اول الرصاصي ده صح؟ من اول الرصاصي. بص الرصاصي دي في اشكال كتير مش معروضه برضو. بص القارو ده طالع موضه برضو، حلو جدا. بصوا اشكالها تحفه. كل ده 85 جنيه. كل ده 85. ايه الجمال ده؟ بصوا حاجه كتير قوي. كل دي اشكال، لو في اشكال كمان مش معروضه، حلوه جدا. الموديل الثاني زي كده برضو، في حاجات زي دي 85 برضو. ده حف، دي زبده حف. ايه الجمال ده؟ ده تلبيس برضو. لا ده حلو قوي يعني تلبيس. دي ب 85 جنيه وان سايز بس تلبيس. ولا فيها مقاسات؟ في حاجه ثانيه. ايه الجمال ده؟ اصغر شويه 85 جنيه. بس ده المقاس الكبير. بص يا حبيبتي تلبيس 3 اكس، تلبيس 3 اكس حلو قوي. 85 جنيه والله. في منها 10 صح. في منها الوان كتير يعني، هو عارض منها. بصوا هنا دي الوان، وفي منها 10 الوان. الكحلي والرمادي الغامق والفاتح والجملي والنبيتي والزهري، في الواننا كلها موجوده. زيتي غامق وفاتح، زيتي غامق وفاتح. في 10 درجات منها. 85 جنيه تلبسها حلوه قوي. في ترنج زي كده، ورينا البوستر بتاعه. ده الخصم برده ب 100 جنيه. ده ب 100 جنيه. 180 ب 100 جنيه بدل كام؟ بدل 180. ده خصم كبير قوي. لا بص السوسته عامه عامله شكل تحفه جدا للترنج ده. وان سايز. لا سايز. وان سايز مقاس واحد. تلبيس عرايس، تلبيس محير، يلبس اكس لارج. اكس لارج. البنطلون يلبس 2 اكس. يلبس ايه؟ عشان الكاميرا لماه. الكاميرا لماه. حلو قوي. في منه الوان. في منه الوان. قلنا ب 100 جنيه. ب 100 جنيه. حلو قوي. بصوا المكان ما شاء الله موجود في كميات، احنا بنوريكم بس الحاجات اللي على خصومات. دي 85. دي في منها اديداس، في منها جوتشي. انا شايفه متعلق 100، ولا ده السعر القديم؟ ده السعر القديم. يعني هي انا هناخدها ب 85. كل اللي هيجي تبع القناه الاسعار مش هتتغير لما يجوا يا احمد. لا طبعا. بص هو مش هيقل 100 اصلا عموما. دي بقت 85. بصوا اشكالها كلها كتير قوي. 85 اشكالها والوانها كلها. اشكال والوان يعني، ده شكل مختلف خالص موجود بالوانه. ده الاديداس برضو، واللي هو عارضها البوما. بصوا موجود منها الالوان بتاعتها. 85 جنيه دي حاجه حلوه قوي يعني، وتلبسها كويس. القصيفه بتاعتها حلوه قوي، والقصيفه بتاعتها تحفه. يعني المكان مليان، في حاجات كتير بس حاجات القطن. ترجع لنا لورا سنه. ده ب 100 جنيه العبايه القطن. مقاسات ولا مقاس واحد؟ التلبيس واحد. مقاس واحد بس تلبسها حلو برضه. زي 3 اكس. الخامه تحفه وحياه ربنا، الخامه حلوه قوي. في منها اشكال ولا ب 100 جنيه؟ دي قلت بكام؟ ب 100. ب 100 حلوه قوي. موجود من القطن كذا رسمه. القطن اللي عارفه بقى بيبقى غالي شويه عن العبايات الثانيه القطن، والخامه كمان اعلى من اللي احنا شفناها الاولانيه. فعامله 80 جنيه، عامله 100 جنيه. فدي حاجه حلوه، حلوه جدا. ترنجات دي ورتناش منها الجمله يعني. كوكو وماسه برده موجود. بص البراندات دي موجوده برده. الناس اللي بتحب الماتريال العالي هياخدوا سعر جمله يا احمد من الحاجات دي. طبعا الماركات دي هتاخدوا منها سعر الجمله. في تليجرام. في تليجرام موجود عليه الشغل ده. على اي رقم اللي على الكلب هيدي في الرقم. خلاص يعني يبعتوا رساله على الواتس على الرقم. رساله على اي رقم اللي على الكلب. خلاص الرقم اللي احنا هنزوره على الشاشه ده عليه واتس. ابعتوا رساله عليهم هم يبعتوا لكم لينك التليجرام بتاع المكان. معانا ايه تاني؟ تيجي كده عشان ما نجيبش حد معانا بس من اللي بره. ده ترنج قطيفه طبعا. العرض ب 100. ده ب 100 جنيه. العرايس بقى تنتهز الفرصه.
تخفيضات الشتوي السنه دي بدات بدري قوي يعني كسره السنه ده من اول الشتاء واحنا من بقى 100 جنيه احنا بنصنع عندنا مصانعنا احنا بنصنع الشغل وبنبيع الحته بسعر حلو. طب البنطلون حجمه قد ايه؟ طيب ما شفناهوش. لا البنطلون برضه تلبيس تلبيس كلها الاطفال بتعتمد على لك. حلو قوي التلبيس بتاعه كويس جدا حلو جدا. في اشكال تشيل منه بقى يعني بصوا دي الاشكال كلها اللي هي ب 100 جنيه وان سايز تلبيس واحد بس تلبيس حلو زي اكس 2 اكس كده فحلو جدا ده كتكات حلوه قوي 100 جنيه ده ميلتون برضه شكله بصوا ده ميلتون شتوي السمر ده خامه تقيله شويه ده برضه 100 جنيه ده برضه 100 جنيه بصوا شكله تحفه هشوف لكم برضو الخيمه عشان بتقعدوا تسالوني اتقل من الاولانيه ده شتوي ده شتوي الظهر ساده ولا فيه شغل الظهر نصين الحته الصفراء سمنة الظهر نصين والوان وخط الاصفر في البنطلون بس تلبيس واحد ماس واحد ماس واحد عرايس برضو زي 2 اكس ما هو 2 اكس مش هيلبس 3 عمره يا احمد هو تلبيس اكس لارج 2 اكس تمام حلو جدا ده بالوانه برضو الوانه الزيتي واسود قلنا كام 100 جنيه 100 جنيه زيتي واسود وكحلي ورمادي ونبيت حلو جدا عندنا برضو جلاليب زي كده 75 في جلاليب 75 ترجع لنا سنه لورا يا احمد عشان تبان كلها بس لا دي تحفه يا احمد 75 75 في منها اشكالها ايه الجمال ده ده شكل منها ده دي زي الفوطه صح ومقاساتها مرتاحه معاها الكابتشو ومعاها الظهر لون بصوا الظهر لون والوش لون 75 جنيه اللي هيجي ياخد بالاسعار دي مش هتتغير خلاص عشان في ناس بس بتقول اسعار وتيجي تعرض تاخد الحاجه تلاقيها اسعار ثانيه هنشوف الاشكال بتاعتها اللي هم الاولانيين دول 75 بصوا حبايبي دي قطيفه فوطه حلوه جدا دي وتلبسها مرتاح انت شفتوه طبعا بصوا دي الاشكال بتاعتها في اشكال كتير جدا منها لما تيجوا ان شاء الله تشوفوا كل الاشكال دي حلو قوي دي برضو تحفه ده شكل تاني برضو ده 75 حلو قوي والله سعرها تحفه لا والبنده كبتشو بنده كمان ف يعني بصوا دي تعتبر عرض النهارده دي 75 دي وتقيله يعني فوطه تقيله مش خفيفه وتلبيس برضو دي مقاسات لارج اكس 2 اكس بس تلبيس حريمي تلبيس حريمي اللي هو الكبير شويه اللي دي حلو قوي 85 يعني دي اكس لارج دي الاكس في اكبر منها في الاثنين اكس اكبر في 2 اكس والله تلبسها مرتاح جدا يا حبايبي وفي كميات ولا نقول خلصت لا 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 موجود كميات عايزها موجود الله دي دي كبيره بقى دي بيتهيألي 2 اكس دي تلبسها واسع دي 2 اكس صح حلو قوي 2 اكس تلبيس بصوا عامل ازاي ده 2 دي زي 3 اكس بيتهيألي يعني دي زي 4 اكس زي 4 صح 3 4 حلو قوي القماشه تحفه يعني بصوا حلو قوي والظهر لا لون واحد احنا شفنا منها ظهر لون ووش لون القصه دي كلها رمادي الحته دي بس اللي حلوه جدا دي ومعاها الكابتشو بصوا والله دي فلوسها بجد مش حاجه بالنسبه للماتريال بتاعتها في اشكال منها كتير في اشكال في اكتر من 10 رسومات وكل يوم بيجينا اشكال جديده كل يوم بيجي اشكال جديده دي عامله كام يا احمد 75 باكد عليك يا احمد عامله كام 75 طيب بصوا الجمال ده 75 جنيه بصوا شكلها تحفه دي 75 جنيه برضه ست الوان ست الوان موجوده منها ثلاث مقاسات كويس برضه ان حاجه سعرها كده وموجود منها مقاسات تسال عليها سلوبيتا الفرو برضه دي برضه 140 140 جنيه تلبيس لغايه 90 كيلو دي تلبيس لحد 90 كيلو دي مقاس واحد عشان بيبقى في ساعات منها مقاسات بس دي طبطين جوه وبره يعني بصوا لو باينه معايا اهي بصوا جوه وبره الحته البيضة دي لا انما انما الفرو كله في الرصاصي الابيض مش بره وجوه تمام وشايفه ورا برضو دفات عرايس دي ولا بجمايل ده بجمايل دي بجمايل بجمات عرايس عامله اسعارها كام برضو يا احمد يعني حاجه زي البيجامه البينك الصغير دي برضه البينك ده براند دي تعمل 160 160 يعني شغل العرايس اللي عندي لو حضرتك هتجيبها من محل بره او كده 300 وحاجات كده بنسمعها اسعار غريبه يعني مثلا حاجه زي كده دي فيها 250 200 طب والصفرة الثلاث قطع دي
ثلاث قطع في كذا موديل، يعني ثلاث قطع عموما عندي بيبتدي الروب والبيجامه حاجه زي كده. عامله كام دي؟ اه 260. 260 والله الاسعار كويس. هتخش على التليجرام وهتلاقي الحاجات دي معروضه بالوانها واسعارها، بالوانها واسعارها. وده الترنج اللي احنا شفنا منه ب 100 جنيه. ده الترنج ب 100 جنيه اشكاله بقى موديلاته كلها. انا ما بقولكوش الموديلات كلها، لا احنا شفنا بنبذه بس على الموجود في المكان. انا حبيت بس اعرفكم احنا فين واعرفكم الموديلات الموجوده. عامل خصومات جامده جدا جدا، هنوريكم كل حاجه ان شاء الله. هتلاقوها على التليجرام، ابعتوا رساله على الرقم اللي هيفضل ظاهر معاكم طول عرض الفيديو على الشاشه ده، وهيجي لكم لينك التليجرام على طول. وانا برده هبعت رساله واخد اللينك واحط لكم في اول تعليق مثبت ان شاء الله، هيبقى اسهل عليكم. رقم التليفون هسيبه لكم معروض طول عرض الفيديو على الشاشه، والعنوان بالتفصيل مع لينك التليجرام هتلاقوه في اول تعليق مثبت. وده برده اللي حابب ياخد سكرين للكارت، احنا هنا في 35 شارع المسكي في القاهره. سما وكنزي تعبتك معايا يا احمد، وشكرا جدا على الفيديو ده. شكرا، ميرسي قوي، نورنا ان شاء الله. الله يخليك، شكرا.